هذا الرجل أحبتي في الله كان يمشي في سكة مكة، وهو يمشي في الطريق وجد امرأة كبيرة في السن تحمل كيسا ثقيلا، تارة تحمله وتارة تضعه من ثقل هذا الكيس، ثم ذهب إليها هذا الرجل فحمل عنها هذا الكيس حتى أوصله إلى بيتها. فمن عادة العرب أنها تكافئ من أسدل إليهم معروفا، فأرادت هذه المرأة أن تكافئ هذا الرجل، فقالت: يا أيها الرجل، إني لا أجد ما أكافئك به، ولكن هنا في مكة رجل اسمه محمد بن عبد الله، فإنه يدعي النبوة فلا تصدقه، فإنه ساحر وكاهن وكذاب. فقال لها هذا الرجل: ويحك يا امرأة، أنا محمد بن عبد الله. فقالت هذه المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صدق الله عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم.